السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم يا شباب بالقناة مع مقطع جديد ومعلومات جديدة عن تحديث Apex Legends Season 6. طبعا يا شباب قبل ما نبلش بالمقطع يا ريت لو تشتركوا بالقناة، أهلا وسهلا فيكم، تضغطوا اللايك ومشاركة المقطع مع أصحابكم. حياكم الله. بنبدأ معاكم مع المقطع مع أول تغيير على Apex Legends. طبعا أول تغيير حصل على خريطة World's Edge، بحيث أنه صار في تغيير على عدة مواقع يلي هي دوم، دريل سايت ومناطق تانية كتير موجودة في الخريطة، حسنوا عليها وحسنوا المواقع هدلون. وبهذا السيزن كمان تمت إضافة ليجندز جديد وهي اسمها راميا باريخ يلي بيسموها رامبارت، هذا الشورت كات تبع اسمها. طبعا بيحكوا لك قصة انه هي عمرها 21 سنة وعندها شركتها الخاصة. وطبعا بتجي رامبارت لعالم ايبكس ليجندز، ايبكس ليجندز مع دروعها اللي هي مساويتها المعدلة يعني، وطبعا خبرتها بالأسلحة الثقيلة كسلاح شيلا يلي هو اللي هي كما بتنادي له مثل ما بتنادي له هي. طبعا رامبارت عملت تغيير كتير على الأسلحة وعلى مخازن أسلحة ال ام جي، طبعا كبرت المخازن وصارت فيها سرعة للريلود لتعبئة السلاح يعني، وكمان زادت على عدد طلقات الأسلحة اللي تحتاج للتبريد بعد استعمالها الأوفر هيت مثل سلاح الألستار، كمان هي زادت عدد طلقات قبل ما يصير أوفر هيت للسلاح. طبعا خاصية الرامبارت هي بناء جدار حامي وقت المعارك أو إمتى ما كان، بتقدر تحط الجدار بالألوان لو أنت عم تلعب بلاي ستيشن، وبتقدر تحط 5 جدران بنفس الوقت. أما الألتيميت تبعها هي عبارة عن سلاح ميني جن، طبعا فتاك اسمه شيلا، وبيكون في يعني طلقات، عدد طلقات كتير كتير كبيرة، بس الريلود تبعه بيكون وقت طويل. كمان بحيث انه هي بتقدر تحط هذا السلاح 3 مرات او 3 يعني تحط 3 أسلحة في وقت واحد، وفي اي واحد يقدر يستخدم هذا السلاح. هاي هي الإضافة اللي ضافوها بشكل سريع على شخصية رامبارت. ننتقل هلأ للأسلحة. كمان سووا سلاح جديد أو أضافوا سلاح جديد يلي هو سلاح إنرجي SMG جديد واسمه فولت. طبعا أنا جربت السلاح وممكن تشوفوه هلأ في الجيم بلاي في هذا المقطع. وكمان بهذا السيزن سووا إضافة جديدة يلي هو الكرافتينج، هي ميزة جديدة على اللعبة، كرافتينج سيستم، بحيث انه انت وقت تنزل على الخريطة في مناطق بيكون فيها موجود يعني ماتيريالز تقدر تجمعها وتبني انت الاسلحة او القطع اللي بدك اياها بالسلاح، او تساوي تعديل على الشيلد تبعك. طبعا هدلون بتلاقوها بمناطق يعني المناطق اللي فيها لوت او على الارض بتلاقوها، حتى لو انت ونازل من الطيارة بتقدر تحط مثلا سهم لتحت بيطلع لك وين المناطق اللي فيها هدلون الادوات الكرافتينج حتى تقدر تساوي الكرافتينج. واهم شيء تغيير على الدروع، طبعا تغيير هذا لازم تنتبهوا له كتير لانه حاليا ما عاد في اي دروع باللعبه كلها القديمه اللي كنا نعرفها الابيض والازرق صارت الدروع كلياتها دروع اللي هي نوع الايفو، الا درع واحد اللي هو الدرع الذهبي. يعني هلا انت بتحصل دروع ايفو ابيض، درع ايفو ازرق، درع ايفو بنفسجي، بس ما حتحصل درع ايفو احمر بالخريطة، هذا انت لازم تلفل الدرع تبعك، وبتلفل درع او بتحصل الدرع الذهبي طبعا بمناطق كتير قليلة حتى تلاقيها مثل ما هي موجودة حاليا. طبعا الدروع البيضة والزرقاء والبنفسجي بتكون جاهزة للاستعمال، يعني ما بدك تاخذ الدرع انت من على الارض وتعبيه بالبتري او تساوي له الشيلد، تعبي الشيلد حيكون جاهز دغري بتاخذ الدرع وبتستعمله. اما الدروع الذهبية مثل ما قلت لكم حتواجد بندرع على الخريطة، وهدون دروع وقت انت تاخذها من على الارض وتبلش تقاتل وتساوي دامج للشخص اللي ضدك حتتلفل لحتى يصير لونها احمر وانت بدك تعبيها كل ما تتلفل. وكمان شيء جديد انا حبيته ساوي جديد باللعبة، انه انت لما تنزل على الارض حيكون معك درع،
حيكون درعك زيرو صفر، يعني ما ضروري تدور على درع جديد او درع حتى تلبسه. لو نزلت على الارض دغري لوت، خد سلاح، دمج حدا، بيرتفع الدرع تبعك، بصير ابيض بعدين ازرق بعدين بنفسجي بعدين احمر. يعني حتى لو ما لقيت درع على الارض انت حتنزل بدرع ايفو زيرو صفر، يعني حتنزل لو دمجت حدا دغري حيطلع عندك انه صار عندك درع ابيض. هاي خاصية انا حبيتها كتير وجربتها، لعبت فيها مرة، نزلت ودمجت عالم، لقيت الدرع صار ازرق وصار بنفسجي ولفلته دغري يعني، وبس استعملت البطارية وعبيته. انتو شو رأيكم يا شباب؟ عطوني رأيكم بهي الميزة. انا لقلي بالنسبة لقلي ميزة حلوة صراحة، بحيث انك انت دغري اول ما تنزل تنزل على سلاح تدمج حدا بعدين دور على بتري ودور على شيلدات، يعني شيء كتير رائع وفكرة جديدة وفكرة حلوة بتكون يعني. ومن خلال هاي الشغلة بنعرف انه الشركة اصلا عم تركز اكتر انه اللاعب ينزل يلوت وينزل دغري للمعركة. وطبعا في تغيير حصل على الدمج للدروع، طبعا الدرع الذهبي والدرع الاحمر، او خلينا نحكي على الدرع البنفسجي والذهبي، هدلون اللي بيكونوا هنن اعلى شيء، يعني بدل ال 175 صار 175 عفوا بدل ال 200، اما الدرع الاحمر بدل ال 225 صار 200. يعني الشركة عم تحاول تغير وقت الـ TTK أو الـ Time to Kill عن طريق الدروع، يعني بحيث انه صار الشيلد الأبيض 50، الشيلد الأزرق 125، بنفسجي 250، الأحمر 500، هدلون الـ values الجديدة تبعية الشيلدات. وفي شي جديد كمان ضافته الشركة للعبة، يلي هي البخاخات أو الـ Spray، بسموها Holo Spray، بحيث انك انت بتقدر تلعب او بيقدر يستخدمها خلال اللعبة انك ترميها على الارض مثل سبراي، بس تطلع مثل 3D. شغلة حلوة انا بعد ما جربتها، فتحت كم واحد هنا في بالسيزون باس، كلهم في 3 يمكن، فتحت كم واحد بس بعد ما جربتهم. بننتقل للباتل باس، طبعا كالعادة بيكون في سكنات الوان، سكنات اسلحة، وفي 2 او 3 سكنات للشخصيات. شفت واحدة انا فتحت يعني تبعيت البات فاندر، في عنا لبلود هوند، وفي واحدة لرامبارت. طبعا وعن طريق الباتل باس حتكمله، حتفتح انت الاشياء والسكنات، وحيكون في تكملة للكويست اللي كان موجود بالسيزون 5. هلأ بنحكي على الشخصيات وشو اللي صار على الشخصيات، التغيير اللي صار للشخصيات. شخصيات السنايبر طبعا صارت هي طبعا باتفاندر، كريبتو، وبلود هوند، هدلون ثلاثة صاروا بيقدروا يشيكوا جهاز السورفي بيكون، يعني يعرفوا وين الزون حتسكر، صاروا ثلاثة بيقدروا يستخدموا هذا الجهاز. هلأ طبعا شخصية باتفاندر بما انه هي كانت خاصيتها، حبوا يساووا تغيير بسيط على الشخصية عشان يكون بعد يعني مميز عن الشخصيات التانية، اللي هو الوقت تبع الالتيميت تبعه. الوقت تبع الالتيميت اللي هو الزيبلاين، كل ما يسوي البات فاندر الجهاز السورفي بيكون بشوية كوين الخريطة حتنتهي، بيقلل من التايم تبع الالت تبعه 10 ثواني، وبيقدر يستعمله 6 مرات بالجيم. يعني هو اذا قلنا يعني 120 ثانية لحتى يكمل الالت تبعه، لو هو استعمل السورفي بيكون 6 مرات بالجيم حيصير بدل 120 ثانية حيصير 60 ثانية. طبعا هذا شيء حلو انك انت تعبي الالتيميت تبعك وتضرب الزيبلاين تبعك. اما شخصية بلود هونت زادوا وقت البيست اوف ذا هونت، البيست اوف ذا هونت سوري، طبعا هي زادوها، وزادوا كمان الخاصية تبعيته الالت تبعيته، بحيث انه كل ما يقتل واحد او كل ما يسوي نوك لواحد بتزيد عنده الخاصية هاي، يعني ما بتخلص بسرعة خاصية مثل ما هلا انتم حتشوفوا بالمقطع، انا كل ما نوك واحد الخاصية عم تزيد ما عم تنتهي. هذا الشيء حلو انا حبيته، وطبعا هو البلود هوند من الشخصيات المفضلة عندي. اما شخصية كريبتو كمان ضافوا على شخصية كريبتو على الجهاز تبعه، كان قبل بيقدر يروح ياخد بطاقات اللي معه لو هن النوكت، بيقدر ياخد بطاقات، بس حاليا ضافوا شيء كتير حلو انه بيقدر يسوي ريسبون عن طريق هذا الجهاز، وكمان بيقدر يسوي الزون، يعني مثل ما هو سنايبر يعني حيعرف يشوف وين الزون حتنتهي، مثل ما قلنا قبل بيقدر يشيك عن طريق الجهاز تبعه الدرون. يعني
وهي شغلة حلوة كمان، بتساعد يعني انك انت ما تطلع او ما تطلع وين مكانك، يعني بس تروح تشيك وين الزون حتنتهي، او تروح تسوي ريسبون لاصحابك بحيث انه حدا هجم عليهم كانوا عم ينتظروهم مثلا، انت بعدك بعيد مش في المنطقة. هذا شيء حلو برأيي. اما شخصية ريفننت قالوا انه كمان في عليها تعديل، لانه كان في اشياء عم تصير مع بوابة ريث، يعني اللاعبين كانوا عم يستعملوا ريث وعم يستعملوا ريفننت لحتى مثل انه ادفانتج. هلا وقت حدا يموت هو مستعمل خاصية ريفننت ويرجع ما في يستعمل بوابة ريث لمدة ثانيتين. هذا شيء اي ثينك اتس فير يعني. اما شخصية لوبا طبعا هلا بدل الانتظار لخاصية لوبا اللي هي البلاك ماركت، بدل الانتظار من يمكن كانت 3 دقائق صح، بدل الانتظار 3 دقائق لحتى ترجع الخاصية تبعها صارت دقيقة ونص. كمان هي شيء حلو يعني، لو انت لوتت مكان وروح بدك تلوت مكان تاني بس ارمي الخاصية تبعها خلال دقيقة ونص بتكون معباية مرة تانية. اما جبرالتر كمان ضمت يعني ضافوا وقت على الالتيميت تبعه الخاصية، يعني بدل الانتظار لمدة 3 دقائق صار الانتظار هلا 4 دقائق، وهي كانت 3 دقائق ونص يمكن، المهم صارت لا كانت 3 دقائق صارت 4 دقائق ونص هلا حاليا. بانجلور كمان عليها ابديت جديد، كمان الانتظار الالتيميت تبعه من 4 دقائق ونص صار هلا 3 دقائق، يعني بدل ما انت تنتظر لحتى ترمي الصواريخ تبعيتك 4 دقائق صار فيك تنتظر بس 3 دقائق لحتى تستعمل الالتيميت تبعيتك. اما واتسون طبعا كمان عدلوا على الالتيميت تبعه بحيث انه هي لما تحط الالتيميت تبعه تستعمل الالتيميت، كان قبل خاصيه او كوستيك الغاز تبعه ما يروح بالخاصيه، بس هلا هي لو تستعمل الخاصيه تبعه وفي الغاز تبع كوستيك هدول كلهم بيتدمروا. تعديل منيح يعني ضافوه على الخاصيه تبعت واتسون. اما بننتقل لللوت، طبعا اللوت ضافوا شيء جديد اللي هو الاكستندد ماج لاسلحه الطاقه او الانرجي امو، وطبعا اضافوا التيربو تشارجر الهوب اب في اللوت. هلا كمان في شيء كمان شالوه من اللوت اللي هو التشوك، بما انه هن ازالوه من اللوت بس حطوه بالاسلحه الموجوده مباشره، يعني اللي هي التريبل تيك والبيس كيبر. يعني انت هلا فيك تستعمل التشوك بالتريبل تيك من دون ما تجيب له قطعه من الارض او من اللوت، لانه حتكون موجوده اوريدي في السلاح هي والبيس كيبر. اما اسلحه الدروب اللي كانت تنزل في الدروب اللي هي الار 99، طبعا الدمج ارتفع من 11 ل 12، المخزن تبع السلاح صار 32 والأمو صار 160. طبعا وضافوا هلا هدلون أسلحة صار لونها أحمر اللي بتنزل لك في أو بسموها اللي بتنزل في الدروب، يعني عشان يخلوها مختلفة عن الأسلحة اللي هي الليجندري اللي بتكون كاملة مع قطعة كاملة. هلا ضافوا الأسلحة الكاملة اللي هي الدي ام ار، الهيملوك، السبيت فاير، الايفا 8 والري 45، هدون شالوهم وتم تبديلها بديفيوشن، ماستيف، تريبل تيك، فلات لاين، الفلات لاين والفولت السلاح الجديد. هدلون صاروا اسلحه كامله بتقدر تلاقيهم بالارض، صار لونهم اصفر. هلا كمان طلع السنايبر في السلاح، وقت انت تلاقي سلاح سنايبر صار 12 طلقه بدل 8 طلقات، والطلق لو انت حصلت لوت السنايبر حتحصل 16 بدل 24، يعني كمان قللوا اللوت الموجود في الطلق، يعني الطلق الموجود في اللوت. اما اسلحه الطاقه الامو تبعيتها بدل ما كان 30 لكل مره بتلوت سلاح او بتلوت الامو هاد، بدل ما يجيك 30 طلقه بيجيك 20 طلقه. انا ما كتير بستعمل اسلحه الانرجي امو او الانرجي بشكل عام، ما بعرف يعني نهائي، يعني مؤخرا استعملتهم كم مرة، هم حلوين بس المشكلة كان في بالريكويل اللي هلا حننتقل ونشوف شو صار تغيير على الأسلحة. طبعا الأسلحة تغير عليها، أول شيء نبلش بالهيملوك، طبعا غيروا الريكويل، خففوا الريكويل للسلاح وقت البراست، وقت انت تطلع طلقة أو ثلاث طلقات في الهيملوك من 32 ل 28. الشارج رايفل كمان صارت المخزن تبعها 8 طلقات بدل 4 طلقات، بس كل طلقة بتطلق طلقتين بدل واحدة.
عندنا التريبل تيك طبعا اصبح الفاير ريت تبعه 1.4 يعني 1.4 بدل 1.25، والمخزون اصبح طرق زياده. وطبعا مثل ما قلت لكم ضافوا التشوك للسلاح، تشوك هوب اب هي، والبيس كيبر كمان، البيس كيبر ضافوا عليه لهذا التشوك للسلاح. اما سلاح السبيت فاير كمان حسنوا في الريكويل تبع السلاح، الهافوك كمان حسنوا في الريكويل تبع السلاح، الموزمبيق هذا اهم سلاح في اللعبه، كل ما انزل يطلع لي موزمبيق. طبعا ضافوا المخزن تبع السلاح من 3 طلقات صارت 4 طلقات حاليا، وهذا شيء كتير يعني بيفيد اللاعبين اللي بينزلوا بيطلع لهم الموزمبيق. سلاح البي 2020 صار الدمج 15 بدل 14، وطبعا عدلوا على المخزن كمان، صارت طلقة زيادة يمكن بعدين نفس الشيء حسب انت شو المخزن اللي معك. بعدين في عنا السنتينل كمان، هلأ وقت انت يكون معك الدرع الذهبي حتحتاج بس لبطارية واحدة لحتى تشحن السنتينل تبعك، ما حت يعني ما حتحتاج انك تشحن كل ما تطلع طلقة تشحن بطارية، بما انه معك الشيلد الذهبي بتقدر تشحن مرة واحدة فقط وتستعمله. شوفي بعد أسلحة البرولر، طبعا عدلوا على الريكويل وقت انت عم تضرب البراست فاير، وقت عم تطلق طلقة طلقة او ثلاث طلقات طبعا عدلوا الريكويل تبعه او خففوه، بس بجهة تانية زادوا الريكويل لما انت تستعمله، لو انت عم تستعمله بالأوتوماتيك. انا كنت استعمل هذا السلاح وممكن يعني حغير عليه، حاستعمل بداله الهافوك، لا مش الهافوك، الهيملوك عفوا، ممكن استعمل الهيملوك لانه it's very effective. بعدين مثل ما قلنا لكم على الوان الاسلحة مشان ما يصير في اي confusion، غيروا الالوان. اللي بتنزل لك في الدروب صار لونها احمر، واللي بتطلع الاسلحة الكاملة الليجندري حتكون لونها اصفر. وطبعا عدلوا كتير على الخريطة، خريطة وورد ايج، بعض المناطق حتى عدلوا على مناطق محل ما بتسكر الزون، وتحسينات كتير وتعديلات على اخطاء الشخصيات والخاصيات. طبعا موجودة كلها، رح اترك لكم اياها في الرابط تحت، بتقدروا تشوفوها عن طريق هذا الرابط. وهيك انا بكون غطيت كل شيء، اهم شيء موجود في هذا الابديت في سيزون 6 اللي نزل. اعطوني رأيكم انتو شو الاشياء اللي صارت بالاشياء هاي اللي صارت، واكتبوا لي في التعليقات شو رأيكم، شو الاكتر شيء انتو متحمسين له، وشو اكتر شيء مستائين من هذا الابديت ممكن نقدر نوصله للشركة ونغير غير السيرفرات. قولوا لي شو رأيكم بالسيرفرات، سيرفرات البحرين، السيرفرات اللي عم تستعملوها، شو اكتر السيرفرات اللي بتستعملوها بترتاحوا فيها والبنك عندكم منيح. طبعا ان شاء الله يكون هذا المقطع فاتكم وعجبكم، ولا تحرمونا من دعمكم واشتراككم بالقناة ونشر هذا المقطع. وشكرا كتير على المشاهدة، وبشوفكم مقطع جديد ان شاء الله. وانا عم فكر ان شاء الله اسوي بث بكرة على قناتي في التويتش، وبوزع اكواد ابيكس 1000 كوينز. لا تنسوا تتابعوني بقناتي على تويتش طبعا، وتويتر انا كنت مساوي جيف اوي، وحارجع اسوي جيف اوي كمان يعني مرة تانية. فيكن تتابعوني على تويتر وعلى ديسكورد، كلهم هدلهم موجودين في الوصف، في الرابط في الوصف. وياريت لو مو مشتركين بالقناة أهلا وسهلا فيكن، ياريت تشتركوا بالقناة وتدعموني. وشكرا لكم كتير، كان معكم أخوكم أحمد، منشوفكن على خير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Marshmallow.